أجلت محكمة سيدي محمد بالعاصمة إلى تاريخ 11 من مارس المقبل ملف قضية الفساد التي تورط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والتي تورط فيها رفقة عدد من أبنائه بالإضافة إلى عدد من مسؤولين وولاة ووزراء سابقين. هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالثراء الغير المشروع وكذلك استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة، حيث جاء هذا التأجيل بطلب من دفاع المتهمين. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل متواجد رهن الحبس المؤقت، فيما استفادت ابنته من الإفراج المؤقت، وتم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية. من أمام محكمة سيدي محمد نجيب السماي، تلفزيون النهار.